تشهد محافظة الإسماعيلية انطلاق فعاليات الدورة 24 من مهرجان الإسماعيلي للأفلام التسجيلية والقصيرة في 14 من مارس المقبل. يستمر المهرجان 5 أيام بمشاركة عدد من الأفلام من 30 دولة، بعضها يشارك لأول مرة مثل النرويج وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا. هذا وتحل ألمانيا ضيف شرف المهرجان هذا العام. النهاردة بنحتفي بالمؤتمر الصحفي للدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية، وهو يعتبر أعرق المهرجانات للأفلام التسجيلية والقصيرة في العالم العربي كله، مهرجان عريق له تقاليده. هذه الدورة 24 اللي بإذن الله هتقام في الفترة من 14 إلى 20 مارس بمدينة الإسماعيلية. المهرجان الأهم على الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بيتم تسويقه، مش يعني ما تقدرش تتعامل معاه على إنه بيتم تسويقه أو الترويج عنه يعني كسلعة مثلا، لا، هو تسويقه بينبع من عدد الدول المشاركة في المهرجان وتواجد صناع الأفلام دي، لأن ده بيخلق تبادل ثقافي بين صناع الأفلام من الدول الأجنبية وصناع الأفلام في مصر. عندنا برنامج آخر للفيلم القصير جدا اللي زمنه لا يتجاوز دقيقة أو دقائق معدودة، وغيرها من البرامج الخاصة يعني اللي هي بتكمل أفلام المسابقة وبتقدم تشكيلة أخرى من الأفلام والأفكار، بجانب طبعا عدد من حلقات البحث والورش والمحاضرات على مدار أيام المهرجان.